نمشيو النجمة أفام وزميلتنا آية الفريوي. صباح الخير آية. صباح النور سفيان، مرحبا بك وبضيفتك السيدة الوزيرة مجدولين الشيرني في هذا البث المشترك مع إذاعة صوت الساحل الكبير نجمة أفام اللي تسمعوه على 88.4 و95.9. احنا كذلك كنا ماذا بينا، كنت نسمع في الانترفيو، كنا ماذا بينا نسألوها على يعني قرار إعفاء المدير العام لشركة البروموسبور، وقدمت لك الإجابة. ماذا بينا كانت تقدم لنا أكثر ذلك الاختصاص حول الملف هذايا. والسنين الأخيرة سيدة الوزيرة لاحظنا والناس الكل لاحظت في تونس العلاقة المتوترة نوعا ما بين الوزارة والفيدراسيون، الجامعة التونسية لكرة القدم. اليوم معك أنت على رأس هذه الوزارة سيدة مجدولين، فماشي توجه جديد نحو التهدئة، أكثر كولابوراسيون، أكثر كوميونيكاسيون وتعاون، خاصة أنه الضرر طال كورتنا التونسية. ملف آخر ماذا بينا تجاوبنا عليه سيدة الوزيرة، بطولة العالم للملاكمة أول مرة في تونس باش تكون نهار 8 أفريل في المساكن، باش يحضر فيها الملاكم التونسي والبطل الإفريقي معز سحيمة. شنية مساهمة الوزارة في البطولة هذه؟ كيفاش باش تكونوا حاضرين؟ نقطة أخيرة، السباح العالمي نجيب بالهيدي في نجمة أفام مع الإعلامي حاتم رقايق تحدث وشكي من عدم نيل الدعم المالي الكافي. الوزارة حقيقة تفاعلت مع كلامه اللي قاله في نجمة، ولكن ماذا بينا نعرفوا منك أنت أكثر سيدة الوزيرة تفاصيل هذا الموضوع، وشكرا لك. شكرا. دونك نبداو بسي نجيب بالهادي اللي احنا استدعيناه وكرمناه يعني في الوزارة، واللي حتى كحكينا معاه قال يعني حكينا حتى شنو برنامج نتاعو ويتو. هو خلينا نقولوا باش يبقى رمز من الرموز نتاع التحدي اللي يعطي دي زونت بوزيتيف رغم نتائجه. هو من رياضي النخبة اللي عاشوا ديما على هامش النخبة، باش تبدا واضحة الأمور. افكتيفمون هو حتى ما يخممش لا يتبع لا فيديغاسيون لا حتى شيء. احنا حكينا معاه سي نجيب قال انا بالنسبه لي انا راني قاعد نعمل في حاجه انسانيه وحاجه رمزيه اكثر منها حاجه اللي كيف ما يشوفوا فيها العباد كومبيتيسيون تكنيك. العكس، احنا سي نجيب اللي اكدنا على دعمنا ليه، وكان يعني فخر لنا كونه تم تكريمه في وزاره شؤون الشباب والرياضه، واللي تي تري زيمي خاطر سي لا بروميير فوا يتم تكريمه يعني. هذا بالنسبه لسي نجيب، دونك احنا باتصال به وله كل الدعم من وزاره شؤون الشباب والرياضه. بالنسبه للبروموسبور بو انا اونيتمون ما نعرفش علاش ياسر كبرت الحكايه، على خاطر شو اليوم راهو اذا كان نحبوا اصلاح لانه تهم برشا تونس افكتيفمون الشباب اليوم الشباب اليوم اذا كان باش يبقى يعمر في ورقه 13 كولان ويستنى مره في الجمعه و سي با سا الشباب نتاع اليوم. الشباب نتاع اليوم ريناه اللي يبدا يتفرش في بارتي في الوقت يحب يراهن على حاجه، عنده تويك الانترنت، عنده الفيسبوك، عنده البلانيت. اذا كان احنا اليوم في برنامجنا اليوم راكي نحكي حكومه وحده وطنيه ونحكي اصلاح ونحكي زادة برامج جديده، راهو الوزير يلزم يجيب ليكيب اللي تنجح، خاطر مش نجاح الوزير، راهو انا نحكي وزاره كامله ونحكي ايكيب كامله وبرنامج كامل. فسي توت افي نورمال باش نلقاو تحويرات. راهو بطوله البوكس واش باش تعطيو للبوكس اللي هي جامعه جديده بلاش امكانيات تقريبا. هذه من بعض المعضلات اللي ريناها، واللي احنا اليوم كي نحكيو لو ماركتينغ سبورتيف اللي هو من بين كيف استراتيجي نتاعنا ما بين العناصر اللي نخدموا عليها، راه الماركتينغ سبورتيف ميزابار يعني الباريناج والسبونسورينغ هو انتر اوتر لا كوميونيكاسيون دي زيفينمون اللي خاصة كتبدا عنا تظاهرات على المستوى يعني الاقليمي والدولي. ديما نرجع لها، احنا مازلنا كحتضنا كوب دي موند سبيد بول، عنا الكوب دي موند ميني فوت كيف اللي ريناه في كلكو فيديراسيون قبل اللي يمشي وحدهم ينسقوا مع الوزارات هاوكا اذا كان تحصل على كالونفلوب صغيره الوكو سي با سا. راهو اذا كان اليوم نحبوا نحكيو على التوريزم سبورتيف ونحبوا اليوم ناخذوا سبور ابار كومبيتيسيون تكنيك، احنا اليوم فما ليجان واللي اتصلنا ديجا بسي اشرف وقتها على الكوب دي موند ميني فوت كيف بعديك سبيد بول مالوغوزمون احنا وقتها مازلنا كأدينا اليمين اوتوماتيكمون باش تكون نفس الحاجه كوسوسوا للملاكمه او اي تظاهره في تونس اللي تهم وجه تونس وتهم التسويق خاصه لتونس. راي الوزاره فما يعني خاصه الاهتمام بالرياضه رياضي الرياضه للتذكير هي اكثر رياضه اعطت ميداليات لتونس واكثر رياضه زاد فيها الشباب. راهو الملاكمه كي نحكيو وخاصه احنا اليوم اولوياتنا الاحياء ذات الكثافه السكانيه، اولوياتنا المناطق الريفيه والمناطق الحدوديه، الملاكمه من بين اكثر الديسيبلين اللي موجوده في الاحياء الشعبيه.